أجمع عدد من المهتمين والمراقبين للشأن الاقتصادي على أهمية مشروع إنشاء جسر الملك حمد لما يمثله هذا المشروع من ركيزة أساسية تدعم الاقتصاد البحريني. المشروع سيكون نافذة تطل على استقطاب المزيد من الاستثمارات وانعاش القطاع السياحي والعقاري في المملكة. ما حققه جسر الملك فهد في السنوات الماضية من نجاح في خلق نقلة نوعية من حيث زيادة حجم التبادل التجاري كان له الانعكاس الإيجابي على العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكتين، والإعلان اليوم عن فتح نافذة جديدة تمثلت في إنشاء جسر الملك حمد ستكون دعامة اقتصادية أخرى تضاف إلى ذلك الجسم الاقتصادي المشترك. بالنسبة للاستفادة في المجالات الاقتصادية راح إن شاء الله إحنا نشهد طفرة في المجال الاقتصادي، راح كثير من رجال الأعمال يتجهون للبحرين، كثير من رؤوس الأموال ستأتي للبحرين، سيساهم ذلك في إنشاء مصانع مختلفة في البحرين اللي بدورها إن شاء الله راح تتيح المجال لتوظيف البحرينيين. بالنسبة للمجال السياحي أعتقد أن ستكون الاستفادة كبيرة أيضا، خاصة إحنا يعني في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الهيئة الاستشارية العليا لمجلس التعاون أقرينا قبل فترة قليلة اللي هو التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة لدول المجلس اللي من خلالها يستطيع الزائر زيارة أي دولة في دول المجلس ومن ثم يستطيع التنقل في جميع دول المجلس. أكيد هذا راح يشكل يعني نقلة نوعية في زيادة حجم السواح وخاصة بين المملكة العربية السعودية والبحرين. وبلا شك بأن طبعا المردود والعائد الاقتصادي على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سوف يكون كبير جدا، وهذا في حد ذاته طبعا هو سوف ينعش الشارع التجاري. حقيقة البحرين في حاجة إلى مثل هذه المشاريع من أجل أن يكون هناك انتعاش للسوق. أعتقد بأن هذا الجسر هو بمثابة المتنفس الآخر أو الشريان أو الرئة الأخرى اللي ممكن يتنفس منها الاقتصاد البحريني نحو سوق مشتركة خليجية كبيرة. المؤسسات الصغيرة طبعا هي في انتظار مثل هذه الإنجازات، مثل هذه المبادرات، وأنا في اعتقادي بأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الآن هي تفكر كيفية الاستفادة، كيفية تعظيم الاستفادة من وجود مثل هذا الجسر. راح تكون هناك بوادر في انتعاش القطاع العقاري أكثر من هو حاليا موجود. احنا لو رجعنا الى بعض المعلومات العقاريه يمكن نقول احنا المستثمر السعودي او المواطنين المملكه العربيه السعوديه يتصدرون الشراء المواطنين مجلس التعاون في المرتبه الاولى تقريبا، يعني في خلال السنوات الماضيه يمكن اكثر من 650 ل 800 مليون دينار بحريني هي قيمه شراء العقارات من قبل مواطنين مجلس التعاون، ويكون في المرتبه الاوليه السعوديه طبعا في هذه. فهذا الشيء راح تكون ان شاء الله في المستقبل بشكل اكثر. توقعاتنا لتكون المناطق اللي تمر عليها الجسر فيها حركة ونمو أكثر، وخاصة في مملكة البحرين وفي المملكة العربية السعودية. توقعاتنا أيضا هناك بتكون زيادة التبادل ما بين الطرفين من المستثمرين في المشاريع العقارية أو الصناعية أو الاستثمارية والسياحية. كانت تلك ردود أفعال الشارع التجاري كل من ناحيته، فالمشروع الذي يعتبر الأضخم في المرحلة المقبلة سيفتح الآفاق أمام المستثمرين الخليجيين والأجانب على حد سواء للاستثمار في مجالات واعدة، وسيوسع من مدارك رواد الأعمال في اقتناص الفرص لتطوير مؤسساتهم الصغيرة والمتوسطة، وسيهيئ مناخا مناسبا لخلق طفرة عقارية خلال الفترة القادمة. وتبقى الفرص تنتظر مزيدا من المكاسب بعد أن يصبح هذا المشروع واقعا ملموسا. سهير عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.